أنا بكسب بالإرادة والمكسب عندي عادة. أنا الأهلي، أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلي خط أحمر بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بيك يا فارس. أهلا يا أحمد، وإن شاء الله حلقة معاكو تكون فيها الجديد واللي أنتم منتظرون من الأهلي خط أحمر إن شاء الله. وحلقة رقم 19، ويوم 19 ديسمبر الأهلي بيحقق الفوز السابع على التوالي في بطولة الدوري على النادي الإسماعيلي. رقم 19 مع الأهلي والإسماعيلي له مناسبات كتير، يمكن أول مناسبة أو أول لقاء بين الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري العام كان 19 نوفمبر 1948، فاز النادي الأهلي 2-0 هدف لهداف لقاءات الأهلي والإسماعيلي التاريخي أحمد مكاوي اللي سجل 10 أهداف بعد كده، وهدف آخر كان أون جول النادي الأهلي بعد 71 سنة بيكرر الفوز. لقاءات كتيرة جدا بين النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي، الغلبة طبعا للنادي الأهلي، لكن في لقاءات كانت مؤثرة التاريخ وقف عندها كتير. يمكن أكبر فوز للنادي الأهلي اتحقق على نادي الإسماعيلي كان 8 أهداف مقابل لا شيء، وأحرز الكابتن صالح سليم 7 أهداف والكابتن توتو هدف منهم. لكن مش دي بس الهزيمة الكبيرة اللي كانت بين الأهلي والإسماعيلي، الأهلي ليه 3 ثلاثيات في مرمى الإسماعيلي، أشهرهم طبعا 2005 وكمان 1997 وكمان 15 مارس 1946، لكن دي كانت في بطولة الكاس. لكن ما كانتش بس دي الهزيمة بثلاثية من الأهلي في بطولة الكاس، لكمان كان في هزيمة أخرى سنة 1932 في لقاءات الكاس، فاز النادي الأهلي على الإسماعيلي 6-0. في المقابل أكبر فوز للإسماعيلي على الأهلي كان 4-0 في البطولة العربية، والهداف التاريخي للقاءات الأهلي والإسماعيلي عوض عبد الرحمن برصيد 5 أهداف. تاريخ كبير جدا، ولكن يبقى النادي الأهلي دائما على قمة أي ديربي أو أي مواجهات مباشرة مع أي نادي. أي ديربي في أفريقيا أو خارج أفريقيا، يعني بنتكلم حتى المواجهات مع الفرق الكبرى في أفريقيا، دايما النادي الأهلي بيتفوق، وده عهدنا بالنادي الأهلي. مباراة كانت مهمة جدا عشان ننتقل بيها بمسافة كبيرة جدا عن اللي يلينا في الدوري. نادي الزمالك بيلعب دلوقتي، مش يمكن هو اللي في المركز الثاني، لا، ولكن طبعا نتائج نادي الزمالك مهمة جدا. هننتظر هيعمل ايه مع سموحة، ولكن كان فوز تأمين الصدارة يا احمد. هو اكيد، لكن حاليا اللي بينافس النادي الاهلي رقميا الاتحاد والمقاولين، لكن المنافس الازلي طبيعي والابدي هو نادي الزمالك. لكن حاليا نادي الزمالك مع نادي سموحة في مباراة هتحسم دخول المربع الذهبي. اكيد عندنا احداث كتيرة جدا عن مباراة الاهلي والاسماعيلي وكمان الاهلي وحرس الحدود، لكن هناخد اطلال على اهم الاخبار يا فارس خلال الاسبوع. نبتدي